هذا المؤتمر هو ولادة جاءت بعد 20 سنة من المخاض. المكونات التي تلتئم عبر هذا المؤتمر في بنية حزب واحد تنتمي إلى عائلة يسارية مغربية مناضلة ومعارضة تتطلع إلى التغيير الشامل والجذري، وتعتبر أن المشاركة في التدبير الحكومي في السياق الدستوري والسياسي الحالي لا تتوفر لها شروط الارتقاء إلى مشاركة في التأسيس. لقد انطلق التفكير في الوحدة من الشعور بأن لا أحد من أحزاب هذه العائلة قادر لوحده على أن يبني صرح حزب يساري فاعل في المغرب. حزب يصنع الحدث ولا يكتفي بالتعليق على الحدث، يحرك القواعد الشعبية ولا يقتصر على التعاطف معها، يطلق المبادرات ولا ينحصر دوره في تثمين مبادرات لا يعرف حتى من أطلقها ولا يفهم منطقها وسياقها. إذ ما الفائدة من وجود حزب مبدئي غير فاعل ولا قدرة له على التأثير، يعيش تخمة في الشعارات وخصصا مروعا في الحركية والبنيات، ينتقل ولا يقدم بدائل ملموسة، يتقدم في العمر ولا يتقدم في الامتداد والهيكلة. لقد تصور البعض منا أنه قادر على أن يشكل لوحده بديلاً عن الوحدة والاندماج، وأنه يستطيع وهو في شكل بنية حزبية واحدة أن يقدم على الأرض إنجازات تفوق تلك التي تستطيع تقديمها بنية أحزاب مجتمعة ومتحالفة. وكانت النتائج الانتخابية لـ 2021 مثلاً كافية لتبديل هذا الوهم. فما لا تستطيع إدراكه جماعة منا لا يمكن أن يدركه واحد فقط. ومنذ عشرين سنة ومنذ 20 سنة طرحنا على أنفسنا بشجاعة وضوح السؤال التالي: هل هناك من معنى لبقاء أحزاب متعددة إذا كانت جميعها تتفق على ما هو أساسي وتتشبث جميعها بالخيار الديمقراطي المتمثل في الملكية البرلمانية وبالخيار الاشتراكي اليساري المتجدد والمنفتح وبالخيار الوطني التقدمي المتجه نحو المستقبل والقائم مثلاً على معالجة قضية وحدتنا الترابية داخلياً ضمن سياق انتقال شامل بمنظور مجالي متقدم يراعي الخصوصيات المحلية في ظل آسرة التضامن؟ وهل هناك من معنى لبقاء أحزاب متعددة إذا كانت هذه الأحزاب تتمتع باستقلالية قرارها وبنزاهة وسائلها وتتبنى نفس الخط السياسي الذي يجمع بين النضال المؤسسي والنضال الجماهيري في بوتقة واحدة؟ وهكذا تحقق اندماج 2002 واندماج 2005، وانتقلنا من صيغة تحالف طليعة والمؤتمر الشراكي الموحد إلى تحالف اليسار الديمقراطي، وصولا إلى صيغة الفيدرالية التي هي تقريبا نصف وحدة اندماجية، إذ أحيلت صلاحية البت في القضايا المتعلقة بالوحدة الترابية والانتخابات والمسألة الدستورية إلى أجهزة الفيدرالية، ولم تعد من اختصاصات الأجهزة التابعة للأحزاب الثلاثة. وزكت المؤتمرات الوطنية للأحزاب الثلاثة هذا المسار الذي نتمم فصوله اليوم بعقد هذا المؤتمر الاندماجي. وانضمت إلى المشروع مجموعة رفاق من تيار البديل التقدمي وفعاليات ورموز عاملة في الحقل المدني والأكاديمي والفكري، وأطلق على هذه الفئات من المنضمين اسم المكون الرابع. إن حزبنا الجديد يولد وهو مثقل بمهمة الجواب على أسئلة واقع مغربي معقد
متسم بظاهرة عدم اتضاح صورة خريطة القرار وسقوط أطروحة الاستثناء المغربي وانتشار الإشاعات والحكايات المرعبة عن حروب الطبقة المقربة وإطلاق إشارات في اتجاهات مختلفة ومتضاربة وصدور قرارات في المساء تمحو قرارات الصباح وأصبحنا دولة لا تنتهي مشاكلها مع دولة ما إلا لتبدأ مشكلة مع دولة أخرى وظهرت معارضة جديدة في الخارج كنتيجة منطقية لخنق مسالك الحوار والنقاش في الإعلام العمومي الداخلي وعدنا إلى مرحلة المنفيين السياسيين في الخارج والمعتقلين بسبب الرأي في الداخل وأصبحت كلفة سياسة القمع وإحصاء الأنفاس واختراق الحرمات شديدة الوطأ على ميزانية الدولة وسمعتها وأصبحت مخاطر علاقة المال بالسلطة بارزة للعيان أكثر من أي وقت مضى وفي أسوأ تجلياتها وفضحت عدم الانسجام المؤسسات واحتقار ذكاء وذاكرة المغاربة وغياب المقومات الضرورية لإرساء الحكامة الحقيقية ووضعت النخبة الحاكمة وهي تباشر التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب نفسها في مواجهة مباشرة مع إرادة شعبية تلوح بأعلام فلسطين في الملاعب والساحات وتقدم الجواب التلقائي على قرار أخرق وتندد بمسار يروم مع الأسف عملياً وضع مصير المغرب بين يدي إسرائيل وتعمق الطابع الصوري للعبة الانتخابية وخاصة بعد الدعوة مثلاً إلى التوقيع الجماعي على تقرير لجنة النموذج التنموي فيما يشبه الدسترة القسرية لفكرة المرجعية البرنامجية الواحدة وأصبح يسود الاعتقاد داخل دوائر القرار أن قوة الترسانة الأمنية والاستخباراتية يمكن أن تحول بلداً إلى قوة عظمى ورقماً في معادلة إقليمية وسداً ضد الانتفاضة وهو ما أثبت التاريخ عدم صوابه في الماضي وبدأ تسويق فكرة حصول البزوغ التنموي بينما الأرقام تشي بالعكس وظهر أن شعار الدولة الاجتماعية لدى النخبة الحاكمة له معنى غريب يقوم على فكرة أن نأخذ من الفقراء لقلك إسعاف الفقراء لا أن نأخذ من الأغنياء لإسعاف الفقراء فالفقراء يؤذون فواتير الأزمات والارتجال والنهب والريع والأغنياء يرفلون في نعيم الإعفاءات الضريبية والأكثر حظاً بينهم وهذه الدولة فاسدة والأكثر حظاً بينهم أي بين هؤلاء الأغنياء يتمتعون بامتيازات لا حد لها لم تعد تخفى على أحد ولم تعد سراً من الأسرار وسيكون على حزبنا الجديد أن يجتهد لفهم ما يجري في منطقتنا وفي العالم ولاستخلاص الدروس والعبر والاستفادة من تجارب الآخرين علينا أن نفهم كيف نجحت شعوبنا في انتفاضات الربيع وفشلت في تتويج ذلك بالعبور إلى الانتقال الديمقراطي وارتد المسلسل وكيف وقعت الديمقراطية التمثيلية عبر العالم في أزمة وانتصر الشعبويين والديكتاتوريون الجدد وكيف زعزعت شبكات التواصل الاجتماعي الكثير من الثوابت وبدأت النماذج الكلاسيكية للمشاركة تتراجع وأصبح لزاماً علينا أن نبدع من داخل قيم المشروع الديمقراطي دينامياتٍ جديدة تحافظ على جوهره الإنساني وتستوعب التحولات الجارية وتخدم العدالة الاجتماعية سيكون حزبنا مقبلاً على مرحلة انتقالية لن تتعدى السنتين يحتفظ خلالها بنفس الأجهزة القائمة في كل مكون بعد ضم بعضها إلى البعض الآخر ضمن شروط محددة وتمديد عمرها في انتظار الإحصاء الشامل لكل مناضل المكونات المندمجة
ليتأتى بعد ذلك أمر إعمال حق الانتخاب والترشيح لاعتماد أجهزة جديدة. وسنكون خلال هذه المرحلة الانتقالية عمليا في مؤتمر مفتوح نضع فيه البرامج ونفصل المهام وندقق ضوابط العمل ونحرص على أن تتمخض عن انتقال جيلي، أقصد مرحلة انتقالية، في ظل حزب متجدد يضمن الديمقراطية الداخلية والانفتاح والتعدد في إطار المرجع اليساري والاستجابة لحاجيات وتطلعات الإنسان المغربي في القرن 21. ياك ويثق في الشباب وفي المستقبل ويتقبل النقد ويمارس النقد الذاتي ويعقد شراكات مع محيطه المدني ويتوسل إلى العلم والمعرفة ويمد يده في تواضع للعمل سويا من أجل التغيير المنشود في تواضع ونكران ذات إلى كل يساري يحافظ على نبل الفعل السياسي ونقائه للعمل سويا من أجل التغيير المنشود ومقاومة التغول السلطوي ومظاهر الفساد والإفساد والنهب والافتراس والتقاليد العتيقة والتخلف الاجتماعي وتحقيق انفراج حقيقي يعيد الحرية لرموز الحراك في الريف وللمعتقلين بسبب أفكارهم ونشاطاتهم السلمية ويضمن حماية بلادنا من خطر التحلل والمصير المجهول. الأصدقاء، وأنا في حالة شعورية خاصة كفرد لم أستشير مع أحد، أريد أن أتوجه إذا سمحتم تحية، هذه مبادرة مني، لبعض الأشخاص. أتذكر في هذه اللحظة شموخ الأموي السياسي، ولهذا أعتبر هذا المحفل إهداء لروحه. أتذكر سي محمد بن سعيد أيتي الدرب والسي إبراهيم ياسين اللي لعبوا دور وكنقولها كما يقال بالفم المليان، لعبوا دور فيما يتعلق بالاندماج. كنتقدم بالتحية لأبناء روحي، رجل صامد الذي لم ينحني ولم يتخلى عن المبادئ، أخي وأستاذي سي عبد الرحمن بن عمار. وأخيرا أتقدم كيسار وحدوي وكشخص اشتغلت مع رفيق آخر هو سي محمد مجاهد، والله لو لم يكن عمل السيد محمد مجاهد ما كنا لنلتئم اليوم. كان يصحح لي أخطائي وكنت معه نائبا للأمين العام وقضينا فترة رائعة، نتشاجر نختلف ولكننا نتوحد خلف هدف واحد هو بناء حزب يساري يليق بمغاربة القرن 20. أعتذر لكم عن التطويل والسلام عليكم.